حرائق هسه هي ماكو احنا ما ناخذ دور الجنايات، لكن بعض الحرائق هي تكون في وزارات الدوله وفي مراكز محدده وفي عقود يعني وغيرها. يعني مفتعله. هسه مفتعله لصالح معين، يعني بالنتيجه هي حصلت في وزارات مهمه في الدوله العراقيه. فبالنتيجه هذه كل الموضوع ياتي انطباعين. الطباع الاول هناك ضعف بالمواصفه في البناء العراقيه، وبالتاكيد هذا الموضوع يؤدي الى مشاكل اقتصاديه، لان هاي المؤسسه راح تبني هاي الآية. وياتي الى انطباع اخر حقيقه انه احنا عندنا فد حاله من عدم اللامبالاه في استخدامات معينه. فهذن الحالتين اثنتين مؤثرات بالجنبه الاقتصاديه ويجب معالجتهن. واعتقد احنا الفتره الاخيره اصبحنا افضل، يعني بعد حادث الحقيقه اللي حصل في الموصل، يعني حادث القاع الشهير اللي ذهب ضحاياه عشرات، اعتقد ان الدوله العراقيه بدات تتحدث عن مواقف افضل. لكن احنا هسه حصل حريق قبل كم يوم حقيقه المنا كثير في احد مستشفيات الحكوميه في منطقه الشعب. هسه هذا الحريق هو مفاجئ لنا. ليش مفاجئ؟ ليش احنا ما عانينا من حرائق سابقه؟ لا انا اقول ليش مفاجئ. اولا المستشفى جديد. زين. الان تحت التاهيل، يعني الدوله العراقيه رئيس الوزراء نفسه يتابعه. اثنين المستشفى بعد له يعني ايام اقل الشهر يفترض يعني يفتتح شهر او شهر ونص حسب المعلومات المتداوله. زين. بالتاكيد تعرفين حضرتك ان منظومه المرشات المفروض هسه مكتمله. المفروض تكون جاهز. هذه المرشه المنظومه شو ما اشتغلت. هسه هذا حقيقه هذا السؤال هذا محير. هسه هاي مو منظومه قديمه او مستشفى لا لا لا، هذه مستشفى جديده حديثه والان يبنون. زين شلون ما اشتغلت منظومه المستشفى؟ الدفاع المدني في اي انشاء اي مشروع تعرض المخططات، هذه المخططات يتم من خلالها توزيع المتحسسات ومنظومات الاطفاء وكثير من الاجراءات سلالم الطوارئ وكذلك الغرفه الحصينه والملاجئ وكثير من الامور الخاصه بقانون الدفاع المدني في انشاء اي مشروع حتى يتم انشائه. هاي المراحل احنا نتابع ويا ابو المشروع لحين اكتماله. مستشفى الشعب باعتبار انه هنالك كانت اكو عمل، هذا العمل تعرفين اكو هنالك اثاث، وبعد المستشفى لم يفتح لم يكون هنالك عمل لكل المنظومات، هذا يحتاج الى طاقه كهربائيه، يحتاج هذا. احنا اليوم احنا ما اقدر ابحث عن الاسباب، ولكن في اسباب اكو لجنه مع الوزير الداخليه، لكن احنا سيطرنا بالمناسبه، سيطرنا بالسرعه الممكنه، وصلنا الى المستشفى وتم اخماده بالسرعه الممكنه وحضور مع الوزير الداخليه والسيد الوزير ووكيل وزاره الصحه، وتعرفوا على طبيعه الحادث. ومع الوزير الداخليه شكل لجنه عليا من الادله الجنائيه والجهات الاخرى لمتابعه اسباب حصول هذا الحادث.